نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب مؤتمرا صحفيا للجنة الخدمات بالمجلس بهدف استعراض أهم ما تم إنجازه خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس. وقد بدأ سعادة النائب أحمد الأنصاري رئيس لجنة الخدمات المؤتمر الصحفي باستعراض اختصاصات لجنة الخدمات، مشيرا إلى أنها إحدى اللجان الدائمة النوعية بمجلس النواب، وتتشكل من 7 أعضاء، وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله والتدريب المهني ومحو الأمية والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية. بعد ذلك استعرض النائب الأنصاري أهم الموضوعات التي ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، حيث تم عقد 34 اجتماعا. أوضح الأنصاري أن عدد الموضوعات التي تمت إحالتها للجنة بلغت 209 موضوعات، وانتهت اللجنة من 100 موضوع واحد، أي ما نسبته 52% من إجمالي الموضوعات المحالة إليها، تتنوع ما بين 3 مراسيم بقانون، 4 مشاريع بقانون، 3 قرارات لمجلس الشورى، 16 اقتراحا بقانون، 69 اقتراحا برغبة، و3 طلبات أخرى.